اهلا بيكم يا جماعه ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناه دكتور المنح، الفيديو ده مختلف المنحه دي مختلفه لان احنا في الفيديو ده مش هنشرح منحه واحده موجوده في كندا مش هنشرح طريقه التقديم على جامعه واحده موجوده في كندا ولكن احنا هنشرح كل المنح في كل الجامعات اللي موجوده في كندا، الفيديو ده مختلف الفيديو ده متميز عن المنح الموجوده في كندا كل الناس بتسال عن المنح الموجوده في كندا تابع معايا الفيديو من اول الفيديو لاخر الفيديو علشان خاطر تستفيد وتعرف انت ازاي تقدم في اي جامعه من الجامعات اللي منزلة منح في كندا من خلال الفيديو ده ومش بس كده المنح دي لكل المراحل الدراسية ومنها البكالوريوس والماجستير والدكتوراه يعني جميع المراحل الدراسية يعني لو انت حاليا طالب في تلتة ثانوي او طالب خلصت المرحلة الثانوية فانت ممكن تقدم لو انت طالب بكالوريوس يعني طالب في الجامعة بالفعل فانت ممكن تقدم لو خلصت جامعة عايز تقدم على برنامج الماجستير فانت ممكن تقدم ولو خلصت الماجستير وعايز تقدم على برنامج الدكتوراه فانت ممكن تقدم علشان كده لازم تركز معايا في الفيديو ده طيب طبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدا شرح طريقه التقديم خلينا نعرف مع بعض ايه هي التفاصيل والمميزات اللي بتقدمها لنا المنحه دي ويا ريت في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير علشان خاطر كل الناس تستفيد وكمان يا ريت تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع معانا كل ما يخص المنح ولو عايز تقدم من خلالنا عشان تزود فرصه قبولك فده بيتم عن طريق انك بتملى الابلكيشن الخاص بينا واللي بتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده وهتلاقينا بنتواصل معاك بعد ملء الابلكيشن طيب هنيجي مع بعض هنا انا هنا زي ما بقول لك منح جامعات كندا المموله بالكامل لان احنا في الفيديو ده مش هنتكلم عن منحه واحده في جامعه واحده لا احنا هنتكلم عن مجموعه منح في جامعات مختلفه في كندا هنا هتلاقيني كاتب ابرز الجامعات اللي انت ممكن تقراهم لو انت بتقدم او مهتم بموضوع المنح الموجوده في كندا زي جامعه تورنتو زي جامعه يورك زي جامعه ونتسور، زي جامعه الجوما جامعه كوين كل المنح دي الموجودة في الجامعات دي اكيد عدت على عينك او انت عارف حاجات عن الجامعات دي كل ده انا هشرحه لك مش بس الجامعات دي بس لا كمان هتلاقي واحنا بنملى الابلكيشن في جامعات تانية موجودة لو انت عايز تختارها اقول لك تختار الجامعات دي ازاي وتختار البرنامج اللي انت عايز تدرسه جوه الجامعة ده ازاي وازاي تملى الابليكيشن كل ده هنعرفه عن طريق الشرح بتاعنا في الفيديو ده ومش بس المرحلة دراسية معينة لا ده كمان للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه هنيجي يعني مع بعض هنا لتفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المستضيفة كندا والجهة المانحة او اللي بتشمل الجامعات دي هي اونتاريو لما ندخل على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة هوري لك ان اسم الجهة المانحة اونتاريو موجودة وهي اللي بتضم او بتشمل كل الجامعات دي والمنح الموجودة فيها طيب المراحل الدراسية اللي بتقدمها المنحة دي زي ما قلنا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ونوع المنحة ممول بالكامل ويمكن لجميع الطلاب من كل دول العالم ان هم يقدموا على المنحة دي واخر موعد للتقديم على المنحة واحد فبراير عشرين واحد وعشرين وطبعا ده بيختلف طبقا للجامعة اللي انت بتقدم عليها او التخصص او كلية اللي انت هتختارها طيب زي ما قلت لك دي اسماء الجامعات هتلاقيني كاتبهم لك هنا مرة تانية هنيجي مع بعض هنا للتخصصات المتاحة انا سايب لك هنا لينك خاص بالتخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس وبرضه هتلاقيني هنا سايب لك سكرين شوت من كل التخصصات او الكليات الخاصه بمرحله البكالوريوس لو انت عايز تدخل عليهم برده انت بتفتح من اللينك ده بالطريقه دي وبتلاقي هنا زي ما يفتح معانا دلوقتي كل الكليات الموجوده لمرحله البكالوريوس زي ما انت شايف هنا لو جينا مع بعض ننزل هنا لتحت بالنسبه للدراسات العليا هتلاقيني برده سايب لك لينك ومن خلال اللينك ده انت ممكن تدخل عليه وتشوف كل الكليات الموجودة في تخصصات الدراسات العليا زي ما انت شايف معايا هنا طبعا هنا الـ MSC ده بالنسبة للماستر بالنسبة للدكتوراه طيب هنرجع للموقع بتاعنا تاني هتلاقينا برضو سايبك سكرين شوت لو انت عايز تبص في السكرين شوت دي بعد كده هنا هنيجي لمميزات المنحة والتمويل طبعا المنحة دي زي ما قلت لك ممولة بالكامل وفي كذا مصدر من مصادر التمويل لو انت عايز تعرف التمويل ان بيكون كام هو بيبدا من آلاف دولار اللي هو بيكون مصاريف المنحة بتاعتك وده طبعا بيختلف من جامعة لتانية وبيتوقف على البرنامج التمويلي اللي هما هيمولوك بيه وانا سايب لك برضو هنا اللينك الخاص ببرامج التمويل كل اللي عليك انك هتدخل عليه من هنا وتشوف كل حاجة خاصة بالتمويل طيب هنا زي ما قلت لك في ملحوظات هامه لو انت عايز تقدم من نفسك ما انت بتتابع خطوات الشرح الموجوده في الفيديو لو عايز تقدم من خلالنا فده بيتم عن طريق انك بتملى الابليكيشن الخاص بينا اما من هنا او هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده لو عايز تشترك في جروباتنا على الفيسبوك او الواتساب او التليجرام فده انت بتلاقيه يا اما في الديسكريبشن الخاص بالفيديو ده او من هنا طيب دلوقتي هنيجي ندخل مع بعض على الموقع الرسمي الخاص بالمنح هتيجي هنا فتح معاك الموقع الرسمي الخاص بالمنح الموجوده في الجامعات دي هنيجي ننزل مع بعض هنا طبعا هنا بيقول لك دي الريكويرمنتس فور هاي سكول اند ترانسفير ده للناس اللي هي في ثالثه ثانوي مثلا وعايزه تقدم او الناس اللي هي خلصت الهاي سكول المدرسه الثانويه اللي عايزه تقدم او لو طالب في مثلا سنه تانية جامعه او ثالثه جامعه وعايز يقدم ويكمل الدراسه بتاعته هناك فدي الريكويرمنتس بتاعته هنا بيقول لك الابلاينج لو انت عايز تدخل على الابلكيشن هنا برده دي الريكويرمنتس الخاصه بيه اللي هما الجرادويت بروجرامز اللي هو برامج الدراسات العليا سواء ماجستير او دكتوراه هنا برده لو انت عايز تقدم طيب انا همشي في الفيديو ده للناس اللي هي عايزه تقدم في البكالوريوس ونفس الخطوات هتلاقيها بالنسبه للناس اللي عايزه تقدم على الماجستير او الدكتوراه هنيجي نضغط هنا على applying as a high school or transfer student وهنشوف مع بعض الابلكيشن بتاعنا هنيجي ننزل مع بعض هنا طبعا انت مش من الطلاب اللي درست الثانويه العامه بتاعتها في كندا فانت ملكش دعوه بالجزء ده خالص هتيجي هنا معايا بيقول لك all other students should use the OUAC 105 ابلكيشن ده الابلكيشن الخاص بالطلبه اللي هم الانترناشونال فاحنا هنيجي ونضغط هنا وهنشوف مع بعض ايه اللي هيجي لنا وازاي هنملأ. طبعا هنا بيقول لك الكرايتيريا لو انت عايز تقرا الحاجات دي ممكن تقراها انت اقراها بنفسك انا مش هطول عليك وقت الفيديو هنيجي هنا جو تو ابلكيشن وهنشوف مع بعض الابلكيشن بتاعنا طبعا هنا أنا كنت مسجل علشان خاطر أشرح لك طريقة التقديم على المنحة دي، أنت مستخدم جديد فأنت هنا هتيجي كرييت ماي أو طبعا أنت هنا هتيجي تضغط عليها عشان تعمل اكونت بتاعك، وهنا أنا زي ما قلت لك هتلاقي اسم المنحة أو الجهة اللي بتشمل الجامعات دي كلها اسمها اونتاريو يونيفرسيتيز ابليكيشن سنتر، طيب هتيجي هنا هتدلى أول حاجة الفيرست نيم اللي هو اسمك هنا هتكتب اسمك انت بعد كده هنا لو عايز تكتب اسم الوالد بتكتبه واللاست نيم او الفاميلي نيم هو اسمك الرابع بتدخل هنا تاريخ ميلادك هنا بتكتب الايميل وبتكتب الايميل بتاعك مره ثانيه هنا بتكتب اليوزر نيم بتاعك وده هتستخدمه لازم تكتب يوزر نيم مكون من حروف وارقام ولو في علامات ممكن تكتب علامات بعد كده هنا الباسورد بتاعك وهنا بتكتب الباسورد مره ثانيه بعد كده هنا انت بتضغط على كرييت ماي اكونت طبعا ايميل عشان تعمل اكتيفيشن للاكونت بتاعك على الايميل بتاعك بعد كده بتعمل اكتيفيشن وبتيجي هنا بتعمل باك وبتدخل هنا تكتب اليوزر نيم بتاعك تكتب الباسورد بعد كده بتضغط على لوجن بعد كده هنا طبعا احنا علشان بنقدم على برنامج البكالوريوس فانت هنا بتلاقي مكتوب الاندر البكالوريوس هو هو الدراسه الجامعيه عشان في بعض الناس برده مش فاهمه يعني كلمه بكالوريوس بعد كده هنا هو بيدي لك شويه عن الشروط او الترمز بتاعتهم لو انت عايز تقرا الحاجات دي كلها بتقراها بتيجي هنا معايا على الشمال هنا بتلاقي اول حاجه البيرسونال information دي كل المعلومات اللي مطلوبه مننا ان احنا نملاها هنضغط على البيرسونال information تفتح معانا الصفحه دي انت هنا بتدخل بيانات خاصه بيك التايتل بتاعك بتفتح سامو بتختار اسمك اسمك الرابع اسم والدك اللي عايز يكتبه. الجندر بتاعك بعد كده هنا تاريخ الميلاد بعد كده هنا بتيجي للجزء الخاص بالجنسيه بتاعتك طبعا انت بتبدا تختار طبقا للجنسيه بتاعتك والمعلومات الخاصه بيك من هنا بعد كده هنا بيقول لك هل انت في كندا حاليا لو انت مش في كندا او مش معاك اي جنسيه كنديه او اي حد في كندا فانت بتختار الاختيار الاخير بعد كده هنا country of اللي هو الدوله بتاعت الجنسيه بتاعتك اللي هي مثلا انا من مصر فمختار مصر انت بتشوف الدوله بتاعتك وتبدا تختارها من هنا بعد كده انت لما اتولدتش في كندا هو هنا بيقول لك التاريخ المتوقع ان انت ممكن تدخل في كندا فانت طبعا بتشوف انت عايز تدرس امتى لو انت هتدرس في ابريل 2021 في سبتمبر 2021 فانت هنا بتدخل تاريخ يعني تاريخ بيكون استميتد شويه متوقع بعد كده الفيرست لانجوج بتاعتك انت بتختار لو اللغه الانجليزيه هي اللغه الاولي في دولتك بتختارها لو اللغه الفرنسيه هي اللغه الاولي في دولتك بتختارها لو انت من دوله عربيه زي هي فانت بتختار ازر لان انت اللغه بتاعتك مش اللغه الاساسيه اللي هي لا انجليزيه ولا فرنسيه مثلا بالنسبه لنا اللغه العربيه فبنختار ازرق بعد كده هنا بيقول لك اللغات اللي انت بتتحدثها الاخرى ممكن تختار انجلش لو انت بتتكلم اللغه الثانيه انجلش في دولتك ولو انت مثلا من تونس من المغرب الجزائر اللي هم بيتكلموا اللغه الفرنسيه فانت بتختار فرنش بعد كده بتضغط على سيف بعد كده بتدخل على الجزء الثاني وهو الكونتاكت انفورميشن الكونتاكت انفورميشن ده بيكون فيه معلومات عنك يعني هنا معلومات عن الادرس اللي هو العنوان بتاعك هنا بالنسبه للهوم انت بتيجي بتضغط على اد وبتدخل معلومات عن المنزل بتاعك وهنا الميلنج ادرس اللي هو العنوان الخاص بالمكان اللي انت عايش فيه حاليا لو هو نفس العنوان اللي انت دخلته هنا بالنسبه لعنوان دولتك الاصلي فانت بتكتبه هو هو لكن لو انت مثلا من دوله وعايش في دوله ثانيه فانت هنا بتكتب العنوان بتاعك هنا بتدخل المعلومات الخاصه برقم تليفونك بعد كده بيطلع لك زر السيف انت بتعمل سيف بعد كده بتضغط هنا على الاكاديميك باك جراوند عشان تدخل المعلومات الخاصه بالدراسه بتاعتك هتيجي هنا بتضغط على اد انستتيوشن وبتبدا بقى تدخل معلومات عنك لو انت في هاي سكول او خلصت هاي سكول بتختارها لو انت في جامعه بالفعل بتختارها هنا تكتب تاريخ التحاقك بالجامعة والمدرسة الثانوية وتاريخ التخرج بتاعك والمكان بتاع الجامعة بتاعتك دي كل معلومات عن الجامعة بتاعتك او المدرسة الثانوية بتاعتك بتبدأ هنا تملاهم بعد كده بتضغط على سيف تدخل بعد كده على المرحلة بعد كده اللي هو البحث عن البرنامج اللي انت عايز تختاره طيب هنا تركز معايا طبعا انت هنا زي ما قلت لك ان المنحه دي بتشمل لك منح في جامعات مختلفه، طيب احنا هنا هنختار عن طريق باي هنشوف الجامعه اللي احنا عايزين نقدم عليها، طيب هنا فتح لك كل الجامعات اللي انا قلت لك انا كاتبهم لك بره الجامعات المشهوره او الجامعات المعروفه والجامعات الثانيه هتلاقيها موجوده هنا، طيب تعالى مثلا نشوف اللي هي جامعه ووتر لو او مثلا نشوف جامعه تانية لو انت عايز تشوف مثلا في جامعه تورنتو انت هنا بتدور بالابجديه مثلا تورنتو دي اللي هي حرف التي فانت هنا بتلاقي university of تورنتو لو انت عايز تختارها هنا كوينز university وتفر الجامعه اللي انت عايز تختارها هتضغط عليها مثلا ضغطنا على الجامعه دي هتلاقي بعد كده بيحولك للجزء الخاص بالبروجرامز الموجوده في الجامعه اللي هي الكليات او البرامج هتيجي هنا تنزل معايا هتلاقي هنا كل البرامج الموجوده في الجامعه دي طبعا انت هنا بيقول لك فاكولتي اوف كليه الهندسه لو انت عايز تختار تخصص هندسه من هنا السوفت وير بتلاقي كليات مختلفه انت طبعا بتروح تختار تخصص اللي انت عايزه انا هنا مثلا هاجي في الجزء اللي هو خاص بالفاكولتي اوف ساينس انا مهتم بمجال العلوم فانا هختار مثلا هنا اللايف ساينس على سبيل المثال انت طبعا بتختار التخصص اللي انت عايزه لو انت عايز عباره عن التخصص ده اكتر او الكليه دي اكتر انت بتضغط على اللينك ده وبيدخلك على الصفحه الثانيه بتلاقي فيها كل المعلومات والتفاصيل الخاصه باللينك ده طيب انت مثلا اخترت البرنامج ده فانت هنا بتيجي عند البروجرام كود انت بتاخد الكود ده كوبي بعد كده بتيجي هنا عند البروجرام كود انت هنا بتعمل بيست بعد كده انت بتضغط على سيرش علشان خاطر يختار معاك البرنامج اللي انت اخترته كده انت اخترت البرنامج بتاعك طبعا انت هنا بتشوف كل المعلومات الخاصه بالمجال اللي انت اخترته وهنا بيقول لك ان المجال ده هيبدا في سنه عشرين واحد وعشرين في الفول اللي هو في الخريف في شهر سبتمبر بعد كده هنا انت لو معاك الكورس ده اللي هو خاص بالسي او او بي فانت بتختار يس لو لا بتختار نو بعد كده هنا بيقول لك سبجكت اوف ميجور interest فانت بتختار الميجور اللي انت عايز تدرسه مثلا لو عايز تدرس بايو ميديكال ساينسز بعد كده هنا بيقول لك يور ليفل فانت بتختار مثلا فيرست يير وبعد كده بتضغط على سيف علشان يدخلك على الجزء اللي بعد كده بمجرد ما ضغطت على سيف هو هنا بيحفظ لك كل المعلومات اللي انت اخترتها بعد كده بتضغط على هنا الدوكيومنتس ابلود فانت بتيجي في جزء الدوكيومنتس ابلود ده طبعا بيكون على حسب الجامعه اللي انت اخترتها فمثلا هنيجي هنا ندور مع بعض على الجامعه اللي احنا اخترناها ونشوف ايه هي الدوكيومنتس اللي هو هيكون طالبها مني واعمل ابلود للدوكيومنتس دي بعد كده هنيجي للجزء الخاص باديشنال يونيفرسيتي ديتيلز بعد كده هنا بيسالك وبيقول لك هل انت قدمت على الجامعة دي من قبل لو انت قدمت عليها من قبل فانت بتختار السنة لو ما قدمتش خلاص بتسيبها فاضية بعد كده بيقول لك هل انت عملت ريجستريشن في الجامعة دي قبل كده لو عملت ريجستريشن بتختار السنة اللي عملت فيها ريجستريشن لو لا خلاص بتسيبها فاضية وبعد كده بتضغط على سيف بعد كده بتيجي في الجزء الخاص ب academic information انت بتشوف الحاجات دي لو متطابقة عليك بتكتبها لو مش متطابقة عليك خلاص بتسيبها فاضية هو هنا بيسألك وبيقول لك لو انت عايز تدخل امتحان البليسمنت اللي هم بيعملوه في شهر ستة فلو انت هتدخل الامتحان ده فانت هنا بتختار yes لو لا بتختار no بعد كده هو هنا بيسالك وبيقول لك ماي توتال نمبر اوف ييرز ان ا سكول سيستم لو انت درست في مدرسه كندية في الدولة بتاعتك فلو درست فانت بتختار عدد السنوات ولو لا بتضغط على نوت applicable بعد كده هنا بيقول لك عدد السنوات اللي انت درست فيها اللغه الانجليزيه لو انت مثلا بتتعلم لغه انجليزيه من ابتدائي مثلا في النظام المصري ست سنين ابتدائي ثلاثه اعدادي ثلاثه ثانوي واللي هي لو درست الجامعه بتاعتك بيبقى مثلا 16 سنه لو لغايه ثانويه عامه بس بتختار 12 سنه فانا مثلا هنا اختار 12 سنه لان انا بقدم مثلا بعد الثانويه العامه فانت بتختار 12 سنه هو هنا بيقول لك ان ويتش كونتري في اي دوله درست فانت هنا مثلا بتختار مصر لو من دوله تانية بتختار الدوله بتاعتك وتختار عدد السنوات اللي انت درست فيها اللغه الانجليزيه بعد كده بتضغط على سيف وهيدخلك بعد كده على الجزء الخاص بالترانسكريبتس اللي هو خاص ببيانات درجات هو هنا طبعا بيقول لك الحاجات المطلوبه منك انت طبعا بتشوف اسم الجامعه اللي انت اخترتها بتروح عليه وبتشوف هو طالب منك ايه طيب لو لقيتش اسم الجامعة هو هنا بيقولك لك الانترناشنال اللي هي بالنسبة لنا احنا الطلاب من خارج دولة كندا هو هنا بيكون طالب منك ان انت ترفع له بيان الدرجات الخاص بالثانوية العامة بتاعتك لو انت طالب خلصت الثانوية العامة ويا يكون باللغة الانجليزية بعد كده هنا انت بتيجي في الجزء الخاص بالاكتيفيتيز والامبلويمنت ده هنا في الجزء ده انت بتبدا تدخل كل الانشطه اللي انت اشتركت فيها اللي انت حققتها لو انت كنت شغال في حاجه معينه ممكن تدخل معلومات عنها هنا عن طريق ان انت بتضغط على اد ان اكتيفيتي وبتبدا تدخل المعلومات الخاصه بالحاجه دي بعد كده بتضغط على سيف بعد كده بتيجي في الجزء الاخير وهو ريفيو اند سبميت في الجزء ده انت طبعا انا هنا مش مالي الأبليكيشن علشان انا كنت مجرد بدخل على كل سيكشن اشرح لك الموجود فيه انت هنا في الريفيو هتلاقي كل حاجه خاصه بالابلكيشن بتاعك اللي انت مليته بعد كده انت هنا بتلاقي الزر الخاص بسبميت فانت بتضغط على سبميت وبكده انت تكون مليت الابلكيشن الخاص بالمنح المقدمه من الجامعات الموجوده في كندا مش في جامعه واحده لا انت بتلاقي كل الجامعات اللي انت عايز تقدم عليها وبتختار هو هنا بيقول لك من ضمن التعليمات انه يفضل ان انت تقدم على منحه واحده في جامعه واحده ما تقدمش على اكتر من منحه في اكتر من جامعه بالنسبه لكندا وبالنسبه للابلكيشن هنا لان انت بتلاقي نفس المعلومات متشابهه في الحاله دي بيحصل رفض هو بيدي لك فرصه واحده انت بتقدم عليها وبكده انا هكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنح المقدمه من الجامعات الموجوده في كندا تحت مسمى اونتاريو Universities ابلكيشن سنتر لو عندك اي استفسار او سؤال ممكن تسيب الكومنت وانا هرد عليه ريت في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناه وتفعل الجرس وتعمل شير عشان خاطر تشير كل المعلومات والمعرفه مع الناس التانية اللي ممكن تكون محتاجه للحاجات او المعلومات دي وشكرا